وبهذه المناسبة أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في اتصال هاتفي خلال نشرة سابقة، أكدت أن قيادة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى جعلت من المجلس الأعلى للمرأة بيتا للخبرة الوطنية ومملكة البحرين مرجعا إقليميا في قضايا المرأة. هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا كمنتسبين لهذا الصرح الوطني اللي نتشرف بالعمل تحت لوائه منذ إشراقته الأولى، وكنا شاهدين كذلك على بدايات التأسيس ومتلقين لتوجيهات سموها حفظها الله بتشكيل لجنة تأسيسية في صيف العام 2001 ضمت خيرة من الكفاءات والخبرات من الشخصيات النسائية، وذلك تنفيذا لأمر جلالته بوضع مشروع مؤسسة وطنية تختص بمتابعة تقدم المرأة البحرينية والنظر في احتياجاتها ودعم قضاياها، لتكون هذه المؤسسة امتداد لما سبق من حراك نسائي ومرآة عاكسة لصورة المجتمع البحريني المتحضر المعروف برعايته واحتضانه لمشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة البحرينية ودون أي تكلف، ولصاحبة السمو الملكي الفضل من بعد الله في تشكيل وتفعيل دور هذا البنيان المؤسسي، حيث حرصت ومنذ بداية عمله أن يكون المجلس ذو نهج تشاوري مع كافة سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وسموها بحسب وصف المتابعين لجهودها هي الحقيقة شخصية تتميز بنموذجها الخاص في القيادة وإدارة التغيير، حيث قامت بطرح مشروع طموح ومتجدد للمرأة البحرينية، وعبر قيادتها اللي تجمع بين الأصالة والحداثة في ذات الوقت تمكن المجلس من أن يكون اليوم بعد مسيرة عقدين بيتا للخبرة الوطنية، وأن يسهم في جعل مملكة البحرين مرجع إقليمي لقضايا المرأة، لتقدم سموها بذلك قصة نجاح رسمت بأنامل البحرينية واستطاعت أن تلفت نظر مجتمعها الدولي لما يستطيع أن يحقق وينجز هذا البلد الكبير بإمكانياته الفكرية والمعرفية وكفاءاته الوطنية.